شاعر ملء السمع والبصر. شهرة القصيدة هي من الفنان. بالمختصر مع الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبد الله بن محمد. أول فنانين يروحوا برا يغنون لليوم، لا الفنانين اللي برا يجونا يغنون. على مستوى الاجتهادات سمو الأمير، قد ندمت أني قدمت عملي لفنان وقلت ليتني ما أعطيته؟ بالمختصر الجمعة 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.